أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وضع المصحف في الجيب الجانبي من الاتكاء المنهي عنه؟ إيه؟ هل وضع المصحف في الجيب الجانبي من الاتكاء المنهي عنه؟ في إيش؟ في الجيب الجانبي. في الجيب؟ إيه نعم. الجانبي؟ إيه نعم. إيش فيه؟ هل هو من الاتكاء المنهي عنه؟ إذا اتكى عليه هو منه، هو من المنهي عنه، يأخذ باله أنه ما يتكي عليه على جنبه اللي فيه المصحف، ما يتكي عليه. نعم.